مرحبا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من العالم الموازي وفقرة تفسير الرؤى والأحلام من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مع فضيلة الشيخ موسى الفواخري. هنكون مع حضراتكم لمدة ساعة على الهواء مباشرة، هنستقبل فيها أسئلتكم واتصالاتكم أحلامكم ورؤاكم على الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة. فضيلة الشيخ مرحبا بك. أهلا بكم أستاذة مشاهدينا. كلمة الدم لفظيا ذكرت في القرآن الكريم 10 مرات في مواضع كتيرة جدا، وبالأخص في 7 صور. الدم في المنام ايه دلالاته وايه معناه؟ الدم بيدل على حاجة وحشة وربنا صرفها عنه. ما ربنا يقول حرم عليكم ميتة والدم، يبقى الدم ده خلاص حاجة وحشة وربنا صرفها عنه. الله أعلم وأعلم. طيب شرب الخمر في المنام بيبقى تفسيره ايه؟ ربما دل على إدراك المنافع، وربما دل على، لأن ربنا قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع. طيب أنا بقى أشربها، وبعدين ده في الجنة وأنهار من خمر لذة للشاربين. يعني الراجل ده لو بيعمل خير وشافها يبقى ده خير يدركه. إنما مش هنجيب واحد بقى كل يوم قاعد في الخمارة أو قاعد مثلا في الكازينو وهو طول الليل والنهار ويشرب خمره ويجي يشوف انه بيشرب خمره ونقول ده رؤي. لا ده خلاص ده حياته الواقعيه. ايوه. انما بنشوف راجل صالح مثلا كده يقول لك، يعني لما يجي واحد يقول لك ده انا شفت والدي الميت بيشرب خمره. واحد تاني ممكن يقول له ده مشكله، ربنا قال فيها انهار من عسل. انهار من لبن وانهار من خمر لذة للشاربين، والله اعلم واعلم. طيب هناخد اول اتصال في حلقه النهارده. اماني. اماني الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. اتفضلي. اتفضلي يا امان. بقول لحضرتك كنت اكلم بس الدكتور. معاكي يا فندم. اتفضلي. هاي اوكي. كنت حلمت بان انا شايفه مولوده اتولدت بنت. فهي هي نازله، معلش سوري، نازله قاعده بس راسها كبيره المولوده وبتتكلم. بس كده يعني. كنت عايزه اعرف تفسير ليكي. احلام ثانيه؟ لا شكرا. بنشكرك جدا. ده تفسيره ايه حضرتك؟ ما اشوف ان انا جبت طفله وراسها كبيره، ده هيبقى رزقها واسع، وده بشرة جميلة، وده مال هينمو. ايه الكلام ده؟ هو موسى الفخر بيقول الكلام ده كده؟ مش ممكن. ربنا قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى، يبقى بشرة ولا مش بشرة؟ بشرة. والرأس دي بتدل على المال، لأن ربنا قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، والله أعلى وأعلم. يبقى بشرة. طيب سعيدة هناخد ومال كريم. ينمو، والله أعلى وأعلم. ربنا يرزقها إن شاء الله. هناخد كريمة. أيوه حضرتك. اتفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم مع حضرتك؟ معاكي يا فندم. اتفضلي. حضرتك بص، أنا حضرتك على طول بحلم بالقطر. تحلم بالإيه؟ بالقطر. يا إما راكبة القطر مثلا، مركب القطر ووالدتي مش بسبقة، يعني أنا في قطر ووالدتي في قطر. وعلى طول الحلم دوت. وعلى طول بحلم إن أنا يعني جبت خلفت بيت، بس باباها مش باين في الحلم، مش عارفة بنت مين، بس هي بنتي بس مش عارفة في الحلم باباها. تمام. اتفضلي. نشكرك جدا يا كريمة. تابعينا. القطار والطائرة والأتوبيس وكل الوسائل المواصلات دي ده إدراك منافع. لأن ربنا قال لتركبوها وزينة، والزينة هنا أنواع. ممكن الزينة تكون للبنت الطالبة للرفعة في العلم، ممكن الزينة تكون للبنت اللي هي خلصت راجل صالح، ممكن الزينة تكون للست اللي لسه متجوزة ولد، ممكن الزينة تكون مال مع اختلاف الظروف بقى. ما احنا دي هنشوفها. دي صغيرة في السن. بتذاكر برفع في العلم، لسه متجوزة يبقى ده ان شاء الله بشرى بالمولود، متجوزة يبقى ده بشرى برضو بالخلفة. واحد شاف كده مش هنقوله بقى ده بشر وكذا. يبقى ايه؟ يبقى مال ينمو، لان الله قال المال والبنون زينه الحياه الدنيا، والله اعلى واعلم. طيب ناخد شيماء وكده نرجع نجاوب على الحلم الثاني. شيماء الو. شيماء. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حلمت انا بنت. يا حبيبتي. بنت ما شاء الله. انا حلمت ان انا كنت راكبه قطر. والقطر بس الحلم ده من شهر فات. حلمت ان انا راكبه قطر، والقطر دوت كان في ناس معايا كتير قوي. ايوه. وفي قطر مقابل قدامي بس في ناس بتبني عليه مباني.
ناس ايه؟ فبسأل الناس اللي معايا في القطر وبقول لهم ناس بتبني عليه مباني ديت، ان في قطر ماشي قدامي وبيبني عليه، قالوا لي الله اعلم، ما نعرفش، ربنا اللي يعلم حاجه زي كده، وربنا هو اللي عالم. تمام. ممكن ربنا، يمكن ربنا هو معرفك انت، انما احنا ما نعرفش حاجه زي كده. وانا راجعه من القطر، وانا راجعه في القطر الثاني، فاكره ان انا نزلت ببنت حلوه قوي وكانت لابسه فستان بامبا صغننه، ورحت بايساها وبس، والحلم خلص على كده. نشكرك جدا يا شيماء، تابعينا. ليه علاقه بالحلم المتصله اللي قبليها برضو؟ طب ما هنا ربنا قال لي تركبوها وزينه. طب هنا القطر الثاني شافت بيتبني عليه. طيب لتركبوها وزينه، طيب واللي بيبني عليه البنيان ده واحد بيأسس حاجه، يبقى حاجه تنمو. اذا كان مال هينمو، اذا كان عالم يبقى هينمو، اذا كان طفل يبقى هتأسس بنيان في رزق وسعاده، والله اعلى واعلى. وقالت ان هي بتنزل وبيبقى معاها بنت. طبعا دي دنيا، لانها والدها، دي دنيا وطفل، يعني لما ربنا يقول فبشرناه واذا بشرى يبقى ده بشرى. طب والبشرى دي انا هاخدها طبعا في طاعه ربنا. ايوه في طاعه ربنا، انا هشوف نفسي ايه. ونوصل كل من هنا بكثره الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن وانا قاعد دلوقتي كانوا جايبين على الشريط الصالون الصخ الثقافي بتاع معالي الدكتور حسن راتب، وهو في ليله احتفال بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انه احنا بنقول للناس نكسر من الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده سعادتنا. الراجل العربي ما دخل على سيدنا النبي وبيقول له يا رسول الله اجعل لك من يوم صلاه عليك، قال انزلت فهو خير، قال اجعل ربع يوم صلاه عليك، قال انزلت فهو خير، قال اجعل يوم صلاه عليك، قال اذن يكفيك الله همك ويقضي امرك. احنا ربنا هيكفينا همنا وهيقضي امرنا بكثره الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. انا اخد اسماء. اسماء الو، اتفضلي ليك سؤال. ايوه كان عايز استفسر على الحلم. اتفضلي. انا حلمت ان انا كان بدعو اتنين للاسلام وقريت عليهم سوره الاخلاص. معلش قولي تاني يا اسماء. شفتي ايه؟ حلمت ان في اتنين بدعوهم للاسلام. تمام. وقريت من ضمن الكلام انا كان بقوله لهم ان انا قريت عليهم سوره الاخلاص. تمام. وانتهى الحلم على كده. نشكرك جدا. بتدعو للاسلام لشخصين وبتقرا عليهم سوره الاخلاص. عندما اجد ان انا بعدي حد للاسلام يبقى بادعي للايمان والتقوى والرفعه والسعاده. لان الاسلام دون هو دين السماحه، الاسلام هو ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. يبقى انا بادرك الرفعه وادرك السعاده وادرك الإيمان. لكن عندما اقرا من القران تدل على البشرى. واحد يقول لك ده انا كنت واحد بيقول لي مش عارف، انا واحد بيقرا سوره الملك وقالوا له ده مش عارف هتحصل لك ايه، واحد قال لك سوره الزلزله ده هيحصل لك ايه. ربنا قال ان قراءه القران بتدل على البشرى، بتدل على العصمه، وسماع القران بيدل على البشرى. سماع القران ربنا قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، يبقى انا بسمع القران يبقى يدل على البشرى. طب لما بقرا القران بيدل على العصمه والتحصن. اللي ربنا قال واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. والله اعلى واعلم. طيب ناخد ناديه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتكلم بس الدكتور لو سمحت. مع حضرتك معاك يا فندم، اتفضلي. ايوه دكتور لو سمحت، انا احلمت او شفت رؤيا ان انا اولا ست كبيره عندي 60 سنه. ربنا يبارك فيك يا فندم. الله يخليك. فحلمت ان انا من غير هدوم خالص، يعني سوري في الله. ماشي إيه؟ الدرع في الدرع في الدرع في البيبان. شفت بنت عروسه كده كبيره، قلت لها هاتي لي حاجه، راحت جايبه لي فوطه، قلت لها لا دي ما تكفيش، هاتي لي ملايه. وبعدين لقيت نفسي لابسه بلطو اسود. بص كده لقيته طويل لغايه الارض. مين اللي مديني البلطو؟ واحده قريبتي متوفيه. جميل. فشفت ولادي بعد كده، ولادي شباب. فمن احراجي منهم وانا لابسه البلطو، من احراجي ده رؤيه جميله. بس تابعيني يا امي كملي. قلت لهم دي هتاخده تاني. بس وانتهى الحلم على كده. وشفت قريبتي دي بتعمل لي، يعني شفتها في البيت، يعني في بيت غريب كده. استبشري خير. طيب ان شاء الله يا استاذه ناديه. اي حد يشوف ان هو عريان
ناس تخاف جدا قوي ويتقلقوا. النبي قال حاجه جميله، من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. يبقى انا لما اشوف ان انا عريان دي يبقى ذنوبي كلها ربنا زالها عني. بس ننظر في حاله عشان ما يجيش واحد يطلع لنا على احد القنوات زي ما كانوا بيقولوا في كلام القنوات ان موسى الفواخر كل حبه يقول نكسر من الصلاه على سيدنا النبي. مش ضروري نكسر، لا ضروري نكسر، لان احنا من غير سيدنا النبي ولا حاجه. اكيد طبعا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. يبقى هنا هفتش في حالي، ستي دي ست صالحه؟ اه ست صالحه. ان انا لما اشوف ان انا عريان يبقى ربنا غفر لي ذنوبي كلها. طيب وست ميته ادتها بلطو اسود تديني البلطو، ده ستر. ده يدل على ايه؟ ستر. يبقى في الاولانيه يبقى هنا ربنا غفر لي ذنوبي كلها. تمام. والثانيه ستر. والستر هنا ربما ان يكون في الزوج، وربما يكون في الاولاد، وربما يكون في الدنيا والاخره. والله قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن، فعلى قدر اللبس الجميل وعلى قدر الحشمه يكون الستر، وفي الاولى تدل على مغفره الذنب، والله اعلى واعلم. طيب هناخد عبير. الو عبير، عبير معانا؟ طيب يبدو ان في مشكله في الاتصال، حاولي تتصلي بينا مره ثانيه عبير. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هل شاف رؤيا قبل كده وتحققت؟ طبعا. السؤال ده جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا وتحققت؟ ايوه شاف رؤيا. لما اخرجوا سيدنا النبي من مكه وبيت الله الحرام، فسيدنا النبي يعني زعلان ان هم، وقال والله انك لاحب بلاد الله الي ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. ده بيدلنا ان حب الوطن من الايمان. الناس اللي بتطلع من مصر هنا وتشتم فينا في قنوات الثانيه وفي الدول الثانيه ويقولوا علينا كذا، ده ما عندوش ايمان. لان سيدنا النبي لما خرج من مكه وقف كده وقال والله انك لاحب بلاد الله الي ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. يبقى حب الوطن من الايمان. اما اشوف سيدنا النبي شاف رؤيا وتحققت، ايوه كان نفسه يخش المسجد الحرام. فربنا قال له في سوره الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون والله اعلى واعلم. طيب هناخد رحمه من الجيزه. الو الو اتفضلي ليك سؤال. بعد اذنك، انا حلمت حلم بس دي من شهر كده. ان انا كنت في بيتي بس في البلد. كنا كنا انا عادي في بيتها في البلد، ففي حد خبط عليا وزي ما يكون جاب لي زي فرخه يعني مش كبيره قوي. فرع اللي هو اسمه ايه؟ انت متلخبطه شويه. لا براحتك ما تقلقيش. العصف بتاعها لونه اخضر مش احمر. تمام. لما جدتي راحت عشان تتبعها الدم بتاعها نزل ما نزلش. فبعديها باسبوع بس كل ده في الحلم برضو خبط عليا زي ما يكون جايب قفص كبير كله حاجات زي كور لونها احمر، فاحنا فتحناه واخدنا منها. جينا نديه تاني ماني لقيناه ماشي. يعني اول مره كانت فرخه تمام؟ حد خبط عليك تاني مرة؟ لا خالص. تاني مرة كانت ايه؟ لا لما تاني مرة كان هو هيديني الكور الحمراء. لا ما انا اخدتها منه هندفع له الفلوس لان انا ماشي. اتفضل. تمام. ليكي احلام تاني يا رحمة؟ لا شكرا. نشكرك جدا. أول مرة حد خبط عليهم ما يعرفوهوش، ده فرخة زي العرف بتاعها مش أحمر أخضر. تمام. وفي المره الثانيه اداها كور لونها احمر. اللون الاحمر لون الاسود لون الابيض ده بيدل على الرفعه. وبيدل على العلم. طب احنا بنقول الكلام ده من عندنا؟ طلع لنا واحد يقول ان احنا بنالف كده؟ لا احنا بنقول بالدلائل من طيب القران والسنه. طيب ما اشوف ان انا في البيت بيدل على الستر. ايوه بيدل على الستر. لان الله قال وقرن في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن لا تخرجوهن من بيوتهن. طب واحد بيخبط عليا وبيديني فرخه، ده حاجات انا بتمناها. حاجات انا بتمناها ربنا حيحققها لي. ايوه
ولحم طير مما يشتهون. طب اللون الأحمر إن أشوف إن ده بيديني كرات حمراء بيديني حاجات أي لون أحمر وأسود وأبيض؟ ربنا قال ومن الجبال جدد بيض وحمر وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام كذلك. يبقى دي رفع أدركة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، رفع أدركة في حياتي والله أعلى وأعلم. طيب أنا أخذ أماني. ألو أماني. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس عندي يعني رؤية كده صغيرة جات لي، أنا كنت نايمة متضايقة ومخنوقة، كان في موضوع كده خناني شوية، بس أنا شفت إن إيه مش شفت، أنا حد بيقول لي هتختاري هتروحي الحج والعمرة، قلت له لا أنا عايزة أروح حج، رحت مرة قبل كده فصحيت على كده، هي بس كده يعني بيخيرك ما بين الحج ولا العمرة؟ بيقول لي لا تروحي عمرة وحج، فقلت له طيب. كفاية عليا الحج عشان المصاريف. تمام اتفضلي. نشكرك جدا. ممكن احب بنتي تقول اكيد خليها مين ليها. اتفضلي. ايوه اتفضلي يا حبيبتي. هو انا حلمت النهارده اني هو انا زي ما يكون انا وماما في مكان، بس انا مش شايفه ماما، انا سامع صوتها ورايحه بقول لها يا ماما انا هغير لون شعري لدرجه البني. تمام. فانا رايحه رحت يعني الشخصيه اللي هي بتعمل لي شعري انا ما مش عارفه اي حد عامه فيهم، بس عملت لي شعري درجه البني درجه حلوه انا كنت عايزاها اصلا، وقلت لماما انا هقص شعري يعني الطراطيف بتاعته كده، فهو يعني اتقص شويه منه واتعمل لي ليس كده فيه، فاللي هو بقى ناعم وطويل يعني طول فيها. تمام. يعني ده الحلم اللي انا حلمته فيها. نشكرك جدا يا رحاب. مامتها نامت وعندها هم وعندها محنه ولما تشوف ان هي بتعمل عمرة او بتحج زال عنها الهم. ايوه زال، لان ربنا قال واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. يبقى هتدرك المنافع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والعمار وفد الله ان دعوه اجابهم وإن استغفروه غفر لهم. يبقى هنا إدراك منافع وزوال هم ومغفرة ذنب. أيوة خلاص الحاجة اللي كانت عندها دي زالت الحمد لله. ولكن نوصيها برضو من هنا رغم كل واحد يعاند ورغم كل واحد يطلع يتفزلك ويقولك مش نكسر من الصلاة على سيدنا النبي، لازم نكسر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دي سبب النجاة وسبب السعادة اللي ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة طيب للعالمين. هنجاوب على الحياة بس بستأذن حضرتك بعد الفاصل، فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي الحلقة. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين مع حضراتكم ومع فضيلة الشيخ موسى الفواخري، وفكركم بأرقام تليفوناتنا وبالأسماسز عشان تتواصلوا معنا. فضيلة الشيخ قبل الفاصل كان في متصلة رحاب حلمت ان صبغت شعرها لون بني وكان عاجبها جدا وكان طويل وناعم. الشعر هو زينة المرأة. فالزينة بتاعتي ما تكون حلوة تكون حاجات، يبقى انا الحمد لله في حالي كويس. اما اغيرها للاحسن برضو حالي كويس. والله اعلى واعلم. طيب جالنا اسمسز كتيرة جدا. في واحدة بتقول رأيت ابي المتوفى يروي مزرعة نخل يملكها في الحلم، وتكلم وقال لي وأنا أمامه أنا وأمي سأدخل المزرعة وهشوف المية وصلت جوه وحفرت في الأرض وأخرجت دود لصيد السمك. قالت وقالت لأمي أبوكي لو شافك هيزعل. والدتها قالت لها لو باباكي شافك هيزعل. وانتهى الحلم على كده. طيب ما أشوف الميت عنده بستان، عنده بيروي الزرع اللي انت بتقولي عليه دوت. ده ان شاء الله في الجنة. ليه؟ ربنا قال ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا، وبيروي منها يبقى في ان شاء الله في الجنة. ولما اشوف اني مثلا ان انا في بعض الدود او في حاجات ده بتدل على الخلق. لان ربنا قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. يبقى أساسنا أساس الخلق ده وندودة. وخلاص يعني ربنا خلقها من نطفة علقة لغاية لما قال
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلقين. يبقى أنا ما أشوف إن واحد بيروي حديقة بيروي حاجة زي كده يبقى في الجنة مصدقا لقول الله تعالى إن المتقين مفازا حدائق وعنبا والله أعلم. طيب هناخد كمال. ألو أستاذ كمال. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول له رؤية لو سمحت. اتفضل حضرتك. إحنا كنا مجموعة مع بعضنا. تقريبا يعني كنا في عمل ما بنش يعني في عمل مش عمل مش كنا مجموعة كده. قال لك كل واحد إيه هيدفن هيتغسل ويتدفن. كل واحد إيه؟ هيتغسل ويتدفن. هيتغسل ويتدفن تمام. وبعدين في ناس غسلوهم ودفنوهم. ودوهم يعني المقبرة وكده وبتاع. فأنا قلت معلم يجي علي الدور أطلع إيه البيت أكل وأنزل. لسه طالع البيت فنادى علي. تعالى أنت اللي عليك الدور. قلت لهم ده لسه طالع. قال لك لا انزل بسرعة. فنزلت غسلونا وكفنونا ومشونا الدفن. وانتهى الحلم على كده. نشكرك جدا يا أستاذ كمال. ده تفسيره ايه؟ ما اشوف ان انا اتغسلت وكفنوني. وبعدين ده الغسل ده بيدل على الطهاره ولا مش بيدل على الطهاره؟ اكيد. طيب ده طهاره. طيب لما يدفنوني بقى واموت واحيانا اشوف ان انا صحيت وفي منهم اشوف انه مات خالص. ما ربنا ذكر كده. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ ايوه في ايه كده ان انا توبه من ذنب. طيب في حاجه تانيه ان انا لو مت خالص ان انا برضو عمر طويل. ربنا قال فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. ده نوع تاني. وفي من نوع تاني بيدل على الرفعه والسعاده في الدنيا وربنا يجعله سيد. ايوه في نوع تالت. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى الموت انواع. فاحنا بنقول له في دي كده تدل على الطهاره وتدل على زوال الهم والله يعني اعلم. يعني كده ممكن يكون عمره طويل؟ طبعا. اي واحد يشوف انه مات ده اللي يشوف ان قتل واحد يبقى ربنا نجاه. وقتلت نفسا فنجيناك والله اعلم واعلم. اتفضلي. طيب هناخد اسامه. الو استاذ اسامه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله حلمت يا شيخ موسى ان شاء الله يكون خيرا. ان شاء الله. ان انا وصل مجموعه وبشرح لهم الائمه الاربعه على بالنسبه للسلام السلام الرجل للمراه. وبعد كده بقول لهم لا اقراوا الفقه الميسر بتاع احمد عاصم عاشور. فقه ميسر وسهل. وقاعد اشرح لهم اللي هو المذاهب اللي هو ايه الائمه الاربعه. وبعد كده صحيت من النوم. اتفضل. خير ان شاء الله يا استاذ اسامه. إما أشوف إن أنا بأنصح حد أو بشرح لحد في السنة وفي الفقه وفي الحديث لتدل أن مثلا ده راجل هيبقى عالم. راجل ناصح راجل أمين ومش أي حد بنقول المنزلة دي. وممكن تدل على الـ على الـ على الرفعة. تدل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وربنا قال والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة واجعلنا للمتقين اماما. يبقى انا لما اقف واعلم الناس واكون امام ليهم في السنه يبقى انا بأتمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي رسول الله قال تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنته. فتدل على انه على الطريق المستقيم والله اعلى واعلم. طيب هناخد محمد من المنوفيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بكل خير وسعادة. ربنا يخليك. أنا كنت يعني من حوالي سنة كده يعني شفت رؤية إن أنا يعني بأدي مناسك الحج كاملة. تمام حضرتك؟ بملابس الإحرام والفروض كاملة. ده يوم. تاني يوم شفت إن أنا بصلي في المسجد الأقصى. وببكي ان انا يعني ايه حاجه زي كده ان احنا مشتاق ان احنا كلنا نشوفها او نزورها. تمام حضرتك؟ ده مره. شفت وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صوره مش جسمه بحاله يعني. اخر حاجه شفتها حضرتك ان انا يعني دخلت الكعبه ولابس يعني لبس ابيض وفوجئت بان في تراب ناعم جدا في الارض
فانا بنضفه بقول حرام يعني بيت المسلمين كده يبقى فيه تراب وبنضف فيه بايديا وبهدومي والكلام ده كله. وشوف طبعا الرسومات بتاعتها من الداخل والاعمده اللي شايلاها تماما زي ما شفتها في تصوير على على النت يعني وكلام من ده. فانا يعني ما انا مش عارف بصراحه. وحضرتك حجيت قبل كده يا استاذ محمد؟ لا 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 ما حصلش ما حصلش. طيب اتفضل. طيب يعني شايف ان هو بيعمل مناسك الحج كاملة. اما اشوف ان انا بادي مناسك الحج وبادي الفريضه اللي ربنا جعلها الفريضه الخمسه، بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وخمس صلوات الزكاه والصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. اما اتم المناسك يبقى ده تمام الطاعه. طب انا بقى اتمناها وربنا قال في الحج ليشهدوا منافع لهم بادراك منافع. وقال النبي قال الحجاج والعمر وفد الله ان دعوه اجابه من استغفره وغفر دعوه تستجاب له ومغفره تزل. وتحققت بصلاته في المسجد الاقصى. ان انا اصلي في المسجد دون ان انا ما اشوف حتى ان انا بصلي عادي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس في صلاتهم والله في قضايا حوائجهم تتحقق هذه. وعندما ارى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك النور. لان الله قال قد جاءكم من الله نور. ولما ادرك النور يبقى يتحقق في قول الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يتحقق فيه قول الله تعالى إني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يتحقق في قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فعندما أرى رسول الله وأدرك النور يبقى أدرك رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك الهداية والله أعلم. طب وآخر حلم إن هو شاف إن في تراب في البيت الحرام وهو بينظفه. عندما ينظف البيت الحرام وعندما أن تجري من مصر من ينظف ذلك فهذا أمان مشترك بين مصر والسعودية. ولا يتحقق النظافة إلا عندما تتحقق الطهارة في من يحكم وفي من يسمع وفي من يطيع. فهذه تدل على أن السعودية ومصر مرتبطة ببعض. طيب. السعودية ليه مرتبطين ببعض؟ احنا ما بنقولش كلام كده ولا احنا لنا دخل أصلا بالسياسة ولا بكده. ربنا قال ومن دخله كان آمنا. طب أنا بأجد في المكان اللي فيه أمن دون في بعض التراب وعاوز ينزال وعايز النظافة، يبقى عاوز ان الناس يكون قلبها على المكان دون. لان يتحقق الامان بهذا المكان وليس بمن يحكم. الامان يتحقق لان يتغير. تجد مثلا كان الملك عبد الله وجاء دلوقتي سلمان، وقبل منه كان الملك عبد العزيز، وقبل منه وقبل منه تتغير الملوك الى ان وصل الى سلمان. فاحنا ما بنقول ان انا بأجد في بعض الشوائب اللي فيه تراب او في حاجات او كده يبقى صلاح الشخص هذا ليس له دليل بذلك، انما هو امان بذلك المكان وليس بالشخص. فتتطهر هذه اذا كان احد من مصر يطهر ذلك، يبقى الامان المشترك يتحقق وتعود الى الخير وتعود الى السعاده. لان الله قال ومن دخله كان امنا، جعل الامان قصر على بيت الله الحرام. لكن عندما تحدث عن مصر فقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، فهو هناك امان شامل وامان قصر. لكن اذا وجدنا فيه بعض التراب وبعض الحاجات يبقى ده حاجات تزول عن المملكه ان شاء الله، إن شاء وتعود الله الى الامن والامان بين مصر والسعوديه والله اعلى واعلم. طيب طيب ناخد ام عبد الرحمن. الو ام عبد الرحمن. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام دكتور. معاكي يا فندم اتفضلي. طيب انا حلمت حلم لوالدي. والدي كان متوفي بقاله 3 سنين. ربنا يرحمه يا رب. رحمه الله عليه. رحت ان هو قاعد عندي في السقف. ولما دخلت بقول له يا حلاوه يا ابويا انت ايه اسمك؟ نزل في ورقه الحج. اسمه ايه؟ نزل في ورقه الحج. في الحج الكبير. هو كان بيصلي وقت بوقت وكان امام جامع. بقول له بس اسمك نزل في ورقه الحج الكبيره مش في العمر. وهو متوفي بقاله 3 سنين. وفي حلم تاني ان هو ايه داخل، انا جاي من بره وداخل قاعد عندي في الشقه. انا دخلت عليه كده بقول له يا حلاوه يا الحمد لله على السلامه يا غالي انت جيت. وداخل اسلم عليه كده وقاعد على الكرسي راح زقني بايديه. تمام. سلم عليه؟ وسلمتي عليه يا ام عبد الرحمن؟ انا سلمت عليه. هو راح جيت اسلم عليه راح زقني بايده كده. اتفضلي. مش عايز يسلم. ها؟ مش
اتفضلي. تمام يا ام عبد الحليم. عندما تجد الميت اسمه يجي في قرعه الحج، طب ايه ربنا قال ليشهدوا منافع لهم. طب الميت ده هيشهد منافع ايه الا اذا كان يدرك الجنه. والنبي قال الحجاج والعمار وفد الله ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم، وهو عاوز ايه غير ان ربنا يغفر له ذنبه ويكتب له الجنه. لكن السلام ربنا قال وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم بس ما رضيش يسلم عليها طبتم فادخلوها خالدين. لكن اذا لم يتم السلام لهذه فنقول نصيها ان تدعو لابيها وان تكسر من الدعاء له، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. والله أعلى وأعلم. طيب هناخد شوية SMS. في واحد بيقول أنا حلمت بجدي المتوفى بيسلم عليا قائلا إزيك يا سيد يا سيد يا بدوي، وهو في الحقيقة اسمه محمد. إذا شاف هو يسود، هذا الشاب يسود قومه لأن تتحقق فيها السيادة. وإذا سلم الميت كما قلنا فاعلمي أنه في الجنة، والله أعلى وأعلم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طيب واحدة حلمت بشخص كانت مرتبطة بيه قبل كده وانفصلوا، فقاعد في صوان عزاء وكانت رايحة تعزيه واتضايق جدا ومرضيش يسلم عليها. النبي قال لما اعزي اخويا المتوفي يبقى انا اخذ من نفس الاجر، يبقى ادرك من نفس الخير، والله اعلى واعلم. طيب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طيب ناخد مها. مها الو. الو، ليكي سؤال اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله فضلت شهر. انا حلمت من سنه شفت سيدنا داود عليه السلام. عليه السلام. وشفت زميل ليا في العمل اداني ورقه. وطي بس يا معا التلفزيون عشان التلفزيون. وطي التلفزيون يا ام. تمام حاضر. ان هو اداني زي ورقه بيضة متطبقه وقال لي حطي الورقه دي في بق طير، هقابل الطير ده في مكان ما هدخله. فدخلت البيت ده عباره عن قصر من القصور القديمه زي بيوت السحيمي والجريتليه والكلام ده، فلقيت الطير ده على ترابيزه زي بطايه كده ومستويه، وفي الركن بعيد شفت سيدنا داوود عليه السلام. قالوا لي سيدنا داوود يرتدي لبس شبه السلطان، قابوس وحزام احمر ولحيته حمراء. وبعدين لما وضعت الورقه دي في بق الطير بقيت اخرج من بطنه خير كتير، يعني سمك مقلي بطلع. وبعدين بقيت اتساءل في المنام. ثواني يا مها، ثواني، بتخرجي سمك مقلي من الطير؟ من الطير، من بطنه. وبعدين تعجبت في المنام وقلت كيف، ازاي احط في الطير ورق واطلع منه سمك؟ يعني انا بقيت متعجبه من هذا الوضع. وبعدين تذكرت آية القرآن بتاعت سيدنا داوود، يا جبال اوبي معه هو الطير. جميل. وألمنا له الحديد. وقعدت اقول اوبي معه هو الطير وألمنا له الحديد، وزال الاغتراب عني في المنام وكنت سعيده جدا. طبعي. بعد كده انا ابتليت يعني بمشاكل مرضيه، وكان اخرها بعمل عمليه. قبل ما اعمل العمليه دي شفت رؤيا ان انا بترفع من على السرير بتاعي وحواليا زي هاله زرقاء، وشفت ان هاله من ايه يا مها؟ نور ازرق. نور ازرق، اوكي. تمام. وكان بينادي عليا من الارض خالي اسمه علي، واقول له استنى يا خالي انا بطيء، انا في السماء انا بشوف النجوم. وقعدت فعلا اخدت زي ما يكون جوله كده وحاجه نزلتني تاني. اتفضلي. اخر حاجه اقولها ان انا عملت العمليه دي بالسلامه وفقت منها الحمد لله، وهم بيسحبوا لي الانابيب الاخيره اللي بيشيلوها. ده حلم ثالث ولا نفس الحلم؟ لا مش حلم، دي رؤيه عين بقى. وانا نفس، انا بقول لك بقى حدث حصل لي بعديها على طول، وانا بشيل حاجه اسمها الدرنقه بتاعت العمليه، غمضت عيني وقلت انا من كتر الالم انا هستغفر ربنا علشان اتحمل. شفت نفسي وانا بغمض عيني ان انا بسجد في الروضه الشريفه
وسجود لا سبحت فيه ولا قلت حتى سبحان ربي الاعلى ورفعت راسي وما حسيتش بالم والحمد لله انا دلوقتي في البيت في مرحله التعافي بس لسه تعبانه شويه الحمد لله يزول عنك عليكم يعني. ربنا يتمم لك الشفاء ان شاء الله يا مها عندما اجد دسمه جدا عندما اجد ان انا في رؤيا شوف سيدنا داود وبعدين اشوف طائر والطائر ده بيخرج منه سمك وسمك مشوي ده حاجات عايزين بقى ناخد بالنا منها شويه الطائر ده ربنا قال وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ده عملي طب والعمل بتاعي دون بيخرج سمك مشوي بيخرج رزق اذا كانت معلمه اذا كانت دكتوره اذا كانت مهندسه اذا كانت طالبه بتذاكر هيبقى هتاخد منها طب السمك ربنا قال ومن كل تاكلون لحما طريا ده رزق طب الرزق بيطلع من الطائر اللي بيطلع من عمل دون يبقى دي فيها نفع وفيها خير وربنا قال يا جبال اوبي معه والطير هذه تسبح ربنا وحالها كويس مع ربنا سبحانه وتعالى والله اعلى واعلم لكن عندما اجد انني بتحط على السرير كده وبيحوطني نور طبعا ده النور دون النور ده من ربنا سبحانه وتعالى والنور دون نور الهدايه والنور دون العمل بتاعي والنور دون القران والنور ده سيدنا النبي طب في حاجات ربنا قال الله نور السماوات والارض وقال قد جاءكم من الله نور وقال على القران وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا ربما كان نور القرآن وقال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وقال وهناك نور يدل على الهداية لأن الله قال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء والله أعلى وأعلم وعندما أجد أن السجود فيدل على القرب من ربنا سبحانه وتعالى وإذا سجدت في الروضة الشريفة فاعلم أن هذا إدراك الخير وإدراك الأمان بسبب طاعتي لله لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فما بالك وهو في الروضة الشريفة عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلى وأعلم. طيب هناخد بس الاس ام اس حلمة أن أسنانها كلها وقعت ودروسها ولم تشعر بأي ألم وقالت لوالدها أني عايزة تركب طقم أو فك جديد ده إدراك سعادة وخير وعمر طويل والله أعلى طيب وعلى. هناخد نورة من الجيزة ألو نورة أيوة مساء الخير مساء النور مساء النور يا فندم لو سمحت أنا أعلم طبعا بسيدنا الشيخ الحقيقة أن ليا أخت أكبر مني شوية طيب بس هي كان إحنا لينا أب وكان طيب جدا وكان عطوف وحنين لكن هو متوفي بقى بتاع 15 سنة مالو. وهي حاسة إن هو ظلمها فأنا حلمت إن هي احنا لينا شقة في احنا عمارة يعني لينا شقة في الدور اللي تحت والدها متوفي بقاله 15 سنة تمام كده؟ وبعدين هي واخداه في ركن كده وعمالة تضرب فيه وهو قاعد بإيدي لنفسه بإيديه وأنا الحلم ده قلقني جدا ده ما تخافيش خالص لا استبشري خير إن شاء الله خير ما تشوف الضرب أنا لما أشوف إن أنا بضرب واحد ده دي حياة واحد يطلع لنا يقول موسى بيقول الكلام ده حياة لأن الله قال فقلنا اضرب أختها هي اللي بتضرب والدها ما شوف أنا قلت الضرب ده بيدل على الحياة لأن الله قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى فما بالك بالحي ادركوا خير وسعادة والله أعلى وأعلم طيب هناخد ندى من الشرقية ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ أنا حلمت ثلاث أحلام ورا بعض اتفضلي اتفضلي أول حلم حلمت إن أمي بتقول لي هنعمل محشي خاص تقول لك ايه؟ هتعملوا محشي خاص تمام فقمت فلقيت شوية ورق مقصوص وكل حاجة يعني جاهز على المحشي فقلت ايه ده مش هيكفي فمشيت شوية لقيت ورق فقلت كده هيكفي تاني حلم حلمت ان احنا في السوق انا وصاحبتي فبعدين فبقول لها الفاكهة حلوة قوي هنجيب تين ففي واحد عربية كبيرة ومليانة تين مرصوص قال ايه هتاخدوا الصغيره دي ب3 جنيه قلت خلاص هناخد الكيلو ونص بال5 بعدين جه واحد واحنا بننقي في الصغير جه واحد قال تعالوا هو وافق خدوا الكبيره الكيلو وربع خدوا الكبيره فبعدين انا مليت الكيس تين كبير كده مليت الكيسه فبقول ايه ده هيبقى ازيد من كيلو ونص فبقول للراجل هو مش هينزل عشان يوزن لنا قال لي لا خدي اللي انت عايزاه مش هيوزن تمام
والحلم الثالث حلمت ان انا ايه قاعده ان انا وصاحبتي وفي عربيه ناس رايحين فرن عشان يعملوا كحك وبسكوت، فانا قلت لها انا بحب الكحك قوي هقوم اخد منهم كحك، فلقيت الست فانا سبت صاحبتي ورايحه، فلقيت الست مقابلاني بكحكه كبيره وكحكه صغيره، فانا خدت الكحكه الصغيره خدت منها قطمه، فبقول لصاحبتي تاخدي، قالت لي لا انا مش بحب الكحك، فالست راحت جايه مديالها شوكولاتايه حاجه زي الشوكولاته كده، فبعدين بقول ايه ده هي مش هتديني، فببص لقيت الكيسه بتاعتي فيها بودي فور وعليه شوكولاته كده. بس دول بس ثلاث احلام دول ورا بعض. طيب نشكرك جدا يا ده. الاحلام كلها بتدور حول الاكل. من محشي لكحك لتين. بعض الناس يقولوا لك المحشي ده دل على مشاكل في العيله وكلام في حق مش عارف مين، كلام في حق مش عارف مين. الكلام ده يعني اي اكل في الرؤيه بيدل على ادراك الرزق. لان الله قال كلوا من طيبات ما رزقناكم وكلوا مما في الارض حلالا طيبا وكلوا مما اخرجنا لكم من الارض، وبعدين يبقى هنا ادراك رزق. طب الفاكهه حاجات كتير انا نفسي اختارها وبختارها وربنا هيحققها لي، لان ربنا قال ولحم طير مما يشتهون، والاول قال وفاكهه مما يتخيرون، وفاكهة مما يتخيرون. الفاكهة اللي انا هختارها كده ربنا هيحققها لي، والثاني هادرك الرزق، لكن نوصيها بالاستغفار ونوصيها بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لان الحاجات ما ينفعش ان انا اقول بعد شهر ربنا هيرزقك بكثرة. يعني الاحلام دي لا في حاجات بتدل على قرب عندها لا بتدل ان هي تدرك الرزق ان شاء الله. ما ينفعش ان انا اقول بعد شهرين هيحصل لك كذا. اكيد لا، ده ربنا قال كده. ما ينفعش ان انا اقول بكره في رزق ولا ما فيش. لا يا عم، لان ربنا قال يا ابن ادم، هو ربنا قال لنا نصلي الظهر بتاع بكره؟ ربنا قال لنا نصلي العصر بتاع بكره؟ يبقى ربنا قال يا ابن ادم ما دمت لم اطالبك بعباده غد فلا تطالبني برزق غد. تمام، الرزق اللي بتاعه هو، لان الرزق لما ربنا يتحكم في خمسه شيء. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. دي رسالة بنقولها من هنا من المحور. انت عايز ربنا يوسع رزقك، مش هقول لك ان انا الشهر الجاي هيبقى رزقك كذا، هقول لك اكسر من الاستغفار، اكسر من الصلاة على سيدنا النبي، اطلب مطعامك تكون مستجاب الدعوة، كل حاجة حلوة موجودة عندنا في الكتاب والسنة، والله اعلى واعلم. الاستغفار مفتاح الفرج. طيب هناخد اس ام اسز. بعد صلاة الاستخارة رأيت أني أضع طفلين على رجلي وأداعبهم ويداعبهم خطيبي، وانتهى الحلم على كده. خلاص، الاستخارة دي إذا كانت للعرس تتمها على خير، لأن الأطفال بتدل على البشرة، لأن الله قال فبشرناه بغلام حليم وقال فبشرناه بغلام عليم، وتدل للرجل الكبير على استجابة الدعوة وصلاح حال الزوجة، لأن الله قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة، والله اعلى. طيب هناخد اخر اتصال في حلقه النهارده. شيماء، الو. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ بعد اذنك. مع حضرتك. معاكي يا فندم، اتفضلي. انا عندي ثلاث احلام يا شيخ، منهم حلم انا بشوفه دايما، يعني الحلم ده دايما ان انا موجوده في حمام ومقفول عليا. تمام، حتى ان انا رحت عمره وكنت برضو في الحمام، يعني لقيت نفسي موجوده في الحمام وقعدت اعيط ان انا دخلت الحمام في الوقت ده. تمام. وحلم الامتحان ان انا دايما ببقى مذاكره كويس جدا وباجي ساعه الامتحان مش بعرف احل. انا ناسيه كل حاجه ومش مش مش مش, مش فاكره اي حاجه يعني. تمام، وفي مره ودايما بشوف برضو ان في حاجه كان حاجه وحشه بس مش ظاهره لي، كان يعني حاجه زي جن او حاجه شبه كده دايما ببقى شايفاها. تمام، فبشاور عليها دايما بايدي في الحلم وبقعد اقرا عليها ايه كرسي كتير لغايه ما بتمشي. بس بترجع تاني بشوف نفس الحلم وبشوف نفس الحاجه وبعمل نفس الحركه تاني. تابعيني يا فندم، تابعيني. تمام، طيب. اخر حلم يا شيخ ان انا كنت قاعده في مسجد كبير جدا وكله نور، كنت قاعده على جنبه وزعلانه، ولقيت الشيخ الشعراوي جه طبطب على كتفي وبيضحك في وشي بس ما اتكلمش. اتفضلي. طيب نشكرك جدا يا شيماء. الخلاء مقفول دايما عليها. ان انا ما اشوف ان انا بعمل حمام يبقى بيزول عني هم. طب انا ما عملتش يبقى انا لسه عندي هم. لما اشوف ان انا في عمره ورايح اعمل حمام يبقى برضه لسه عندي هم. لكن لما اشوف الشيخ الشعراوي واشوف ان انا في المسجد
ده مصلحتي اتقضت وبيطبطب عليه. لا اشوف ان انا الاول مصلحتي اتقضت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس في صلاتهم والله في قضاء حوائجهم. لكن عندما اجد الشيخ الشعراوي تدل على النجاه لان شافت في قبل كده ان هي بتقرا القران وفي حاجات بتظهر ليها لان ربنا قال واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا، يبقى ده حجاب لها وستر لها من ربنا، لكن تدل على النجاه لان الشيخ الشعراوي هنا الراجل الكبير اللي هو سيدنا موسى لما سقى لهم وابونا شيخ كبير، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوى، هي نجاه تدركها وتدل على ان سيدنا الشيخ الشعراوي ومش محتاج لواحد زي موسى يقول عنه كده انه هو في الجنه، لان اذا رايت الميت يبتسم فاعلمي انه في الجنه، لان الله قال وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره. طب شبح دايما بيظهر لها، شبح دايما بيظهر لها. ما احنا ردينا قلنا ردينا قلنا ان هي بتقرا سوره ايه الكرسي وبتدل على النجاه، لان الله قال واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا والله اعلى. بشكرك جدا فضيله الشيخ، بشكركم مشاهدينا، ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي على خير. كنت معكم فسانت هشام، دمتم في امان الله.